هاي آسيا، شو الأخبار؟ أهلا، الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. آسيا عندي زبون يدور فيلا، بس من المهم، من الشغلات المهمة عنده إنه تكون بمكان مميز ويكون السعر نوعا ما مقبول. إنزين، توك أدرس المشروع، سمعت عن ميراس؟ ميراس مطور معروف. إي نعم، ميراس طارحة مشروع اسمه ذا إيكرز، مشروع جدا رائع ومنطقة جدا جميلة. اسألني وين؟ وين؟ المشروع قريب من المرابع العربية اللي هي دبي لاند. حلو جميل. طب الفكرة انه هل هن عندهم انواع مختلفة؟ لانه الزبون هو عائلته صغيرة، فهو ما بده، أنا بحاجة تفيد لك كثير كثير، فنحن شو الخيارات اللي توفر عنا؟ ولا تشيل هم، عندهم 3 4 5 غرف نوم اللي حابب. حلو ممتاز. طب بالنسبة للسعر؟ الأسعار جدا متواضعة، بس تبدأ من 5 مليون درهم حسب المساحات وحسب الوحدات، لكنها فيلا مستقلة. طبعا مو لازم دفعة واحدة صح؟ لا لا لا، هي خط شو اسمها، مع خطة جدا ميسرة لمدة 4 سنوات، والمشروع أصلا قيد الإنشاء. تمام، أنا فيني أحجز من هاي اللحظة في حال هو عاجبه الموضوع؟ تحجز؟ لا بالعكس، أنا أنصحك تحجز الحين لأن الوحدات ما بقى منها شيء. المشروع رائع والأسعار جدا حلوة، والمشروع صراحة ما يستاهل أنك تفوته. فلو أنت مهتم بادر بالحجز أسرع ما يمكن قبل ما تلاقي أنه ما حصلت شيء يعني. أيب شكرا يا عزيز، يعطيك ألف عافية، حياك الله، أي خدمة.